وفق قانون الأندية الرياضية للعدد 18 لسنة 1986 المعدل، وبإشراف اللجنة الأولمبية الوطنية وفي مؤتمرها الانتخابي، اختارت الهيئة العامة لنادي الطلبة الرياضي هيئة إدارية جديدة لإدارة العمل في النادي للسنوات الأربع المقبلة، بعد أن كانت الهيئة تدير النادي تحت مسمى مؤقتة. تم انتخاب الهيئة الدائمية على بركة الله، الحمد لله والشكر. تم يعني تجديد رئاستنا للنادي، وهذا فخر وشرف لي أن أكون رئيسا لنادي جماهيري مثل نادي الطلبة. الشيء الوحيد اللي أتمنى أن أكون قدر المسؤولية، أعرف بأنه قد لا تكون الأمور والظروف مثالية، لا الفترة الماضية ولا اللي قبلها كانت مثالية للنادي، ولكن إن شاء الله وجودنا كهيئة دائمية الآن القرارات أصبحت يمكن أكثر رسمية، ممكن أن وأكثر فاعلية راح تكون. هدفنا الأول الآن هو بناء الملعب، ملعب نادي الطلبة ومقر النادي بقاعة الداخلية بكل المنشآت الخاصة بهذا النادي. وبعد إجراء عملية اختيار المناصب داخل الكابينة الإدارية بين الأسماء الفائزة، ظفر الدكتور صلاح الفتلاوي برئاسة النادي، وفراس راضي نائبا للرئيس، ومحمد سلمان أمينا عاما، والدكتور حسام أحمد أمينا ماليا، وبعضوية كل من دكتور صباح قاسم ودكتور علي صالح وعلي صلاح وباسم جبار لرسم استراتيجية النادي مستقبلا. الهيئة الإدارية إن شاء الله عندها طموح كبير بعودة النادي إلى منصات التتويج وإعادة وتأهيل ملعب النادي وبناء مدينة رياضية إن شاء الله. يعني كل صغيرة وكبيرة اللي تداور في أذهان الجماهير إحنا أدنى علم بيها، وإن شاء الله نخلي نحل كل المشكلات اللي مرت بيها إدارة النادي والفريق في المواسم السابقة. العمل كبير، المسؤولية كبيرة. عبد الصمد كاظم، العراقية الإخبارية، بغداد.